نحكيه على الخبز، في اليوم يتم إتلاف أكثر من 950 ألف خبزة تقريبا في تونس، وناس تتحدث على ممكن باش يرفعوا الدعم على الخبز السوق مش ولي ب 450 مليون. أنا من رأينا كمواطن تونسي نحيو الدعم الخبز، خليها الخبز ما عادش طيش الخبز، خد الخبز قاعد طيش، كي الخبز ما عادش طيش الخبز. والله هو إتلاف ما فما عادش كان قبل صحيح فما إتلاف وناس، أما توا ولات جوست راه اللي يشري الخبز صدقني جوست. بالنسبة للمخابز ديجا بداوهم توا، أنا مثلا في المنطقة تحت المروج توا عندهم صافي دي جور ملي ولاو الباقات ولات فما حكاية 150 جرام. كبرت الباقات؟ لا جبدت يودي كاكي ولات، ولا صدقني ولات كاكي. معناها ديجا هما الانيسياتيف أخذوها قبل ما تعطيهم الدولة، هما باش تقولوا لهم نقصوا ولا زيدوا ولا عملوا، ديجا هما سي ديجا فيه. والله شنو نقول لك يا عباد، ما يحكيو ما يحكيو مش لاقين ياكلوا، مش لاقين ياكلوا، حاشاك ياكلوا من الزبلة، ياكلوا زيت بزيت الخبز. يا عباد مش خاطر مش قاعدة تاكل تو بالزيدة بالسوم أنت بالخبز. أه عباد ولا تطلب ولا تساسي ولا تساسي، تردي له خبزة ب 400 و 500، يلقط في الدباب باش يمشي يشري خبزة ب 400. باه في كيلو دباب يكون فيه 50 دبوزه ب 500 فرنك، يضرب بهم الزباقات ويروح. في الزيب زاد الخبز، ما يتزادش الخبز. خي ما تزادش قبل الخبز صارت كارثه. كان بالزيت صاب يصير كارثه اكبر من اكبر. لو كي باش تزيد الخبز ب 456 او 500 باش تصير كارثه باش. بالطبيعه عندك شك في هذا؟ ما عندك ادنى شك في هذا. صارت قبل زادت 50 فرنك وشنعت الدنيا. وقت مزاري فكرها. تو بالزيت. على 83 وقتها فما فلوس وقتها، وقتها الدينار دينار في تونس. اما توا خويا الدينار يسوى 100 فرنك، شي ما يسوى الدينار توا، تبقى تخام عاش يجيبو، عاش يجيبو، خمسة باقيات، هو لو كان جيتوه عندك الحق راه جيت لهم تعذر، فما انسان اللي يسحق الباقيات ياخذ بخمسة وستة، عليه الله أعلم أخويا، الله أعلم. 50 ألف خبزة يوميا. صلي على النبي يا أخويا. مليون تقريبا. تتلوح. صلي على النبي، ما كنتش نعلم بيه أنا حساب هذا. برشا لا برشا أخويا برشا. كان باش يزيدوا يويح. وكان باش يخليو خبز يقعد يتلاوح الخبز، شنو الحل ما عرفناش. نحن التوانسه ما نتشدوش اخويا، كان الشيء يقول لك بارده كان سيف يقول لك سخونه، نحن ما نتشدوش. هو القليل اللي نجم ياخذ كعب باقيات بخبزه ب 460 مليم كما تحكي ولا قداش، ديو 190 فرنك وتو يجيب لك 160 يقول لك تحب من عندي 30، والقران والرحمن يمد لك 150 يقول لك تحب من عندي 40. فين من القليل اللي نجم يشريها الحرب باش يحلوها؟ ما شنو؟ شنو كعب باقيات ب 400 ولا خبزه ب 400؟ وين صارت هذي؟ وين صارت؟ تحب تربط تربط اللي الريستورون هذوما والناس هذوما ولاو ياخذوا مع الشيخ الباقيات المدعمه. فما تقول لي الاحصائيات، الاحصائيات مش على القليله ودعم. فهمت خويا؟ شنو تقول لي ب 400 ولا ب 500؟ يوم 190 والله يجيب لك ناقص عقب حذايا وتو تشوف، ولا يقول لك اعطيني كعب باقيات باش نفطر، ما عنديش باش نفطر. كي تولي ب 400 و 500 نجم تعدي كعب باقيات تعدي اربعه ولا خمسه ولا 10 كل يوم. انا هكا نعاونوا في بعضنا، قاعدين نعيشوا تو من ظهور بعضنا. وعلى الباقيات يقول لك ولا وزنها اشطر، معناها ولوا ينقصوا فيها ويبيعوا فيها ناقص. اليوم باقيات اليوم ما عادش تشبع حتى صغير. هذيك هي الباقيات 220 من الاول الدنيا. نحط قاعدين يبيعوا فيها يعني. لا نحطها لك على الميزان تلقاها 220. 220 جرام من نقبل. 220 جرام خاطر الباقيات مش كيما الخبزه الكبيره. فهمت؟ شفنا الباقيات قاعده تنقص في الوزن نتاعها برشا، الباقيات ما عادش باقيات. اعطيني. برشا يتاكيو يعني مع هذوك الغالطين. خويا العزيز مولي الباقيات الناقص وزاره التجاره اش تعمل؟ الاسعار اش يعمل؟ اللي يشدوا ناقص يعاق. اما نحكي لك انا كان بيع الباقيت 220 جرام. الباقيت وزنها القانوني 220 جرام. 220 جرام طايبه. توصل حتى ل 240 طايبه. فهمت؟ هكا هو من قبل 220 240 هذيك هي الطايبه. من قبل معناها مش طوى ولا جديد. اما يقول لك نقصت ولا خاطر احنا كنا نخدموا البلانكيت الخبز الكبير هذاك. يقولوا بوكيلو ما عادش توا ولا الدور كان الباقيت. اما اللي ينقص الكوشه اللي تنقص يعملوا عليه يمشوا يعملوا كنترول، خاطر راهو الكنترول اللي يجيك بالنسبه لنا احنا نحكي. بالنسبه لنا احنا مش مفلتين، يجيك ويزر الباقيات ويزر الدنيا الكل. هذا شيء بالمعاينه وبالمشاهده. يوميا نلقاو دي ساشي
وما نخبيش عليك، انا واحد من الناس، نعيش وحدي، نورمالمون يلزمني باقيت واحده ناخذ في زوز، واحده ناكلها والاخرى طيشها الاغلب، فهمتني؟ هذا شيء معناه ماهوش مخفي على الناس، واضح منها ان الخبز بالشكاير يتباع منه للفلاح اللي عنده من البقر والى غير ذلك علفه، وهذه كليك خساره للتونس، للاقتصاد التونسي خاصه، وهذا يسميد منها او فرينه مدعمه تمشي للبوبالة ما انزل الله به من سلطان. هذا موش معقول، يلزم المواطن يتوعى وياخذ الكميه اللي باش يستهلكها، فهمتني؟ ونبدا بروحي الساعه قبل، فهمت؟ نورمالمون المواطن منها ياخذ الكميه اللي باش يستهلكها من غير ما يطيش او يبذر منها الخبز. كلها تبذر معناها التونسي كلها تبذر هكا؟ الاغلبيه الساحقه. الاغلبيه الساحقه منها تبذر. عرفها الدعم على الخبز. نعم. الخبز تولي ب 456 الباكيت، الاخرى تولي ب 700. هو والله علاج، هذاك علاج حقيقة باش المواطن التونسي يتربى، وأنا واحد من الناس تعوض لي باش ناخذ زوز باقات دينار و400 نولي ناخذ وحيدة ب 700 في صورة لربما ارتفع السوم نتاعها، هكاك يولي معناها نحافظوا على الفارينة معناها وعلى الواحد والدعم زاد كذلك، ونحافظوا عليه معناها ما يمشيش معناها في البوبالة حشاكم، فهمت؟ يعني انا تشوفوا علاج نوعا ما. علاج؟ لا لا، علاج حقيقة جذري منها، لأن المواطن مسه في كل شيء إلا في مكتوب. يولي يحس، يولي يحس وقت الباقات تولي بدينار ولا معناها ب 700 ولا كذا، يدو تحرقوا. اي هو راهو هالأتلاف اللي كان يصير من العباد كانت ما تستحفظش، هو درس هذا جاهم راهو تو مش يولي العبد على اللي لا يستحضر. شنو خبزة سميد ب 400 ما فيها حتى شيء، ها معناتها هنا عائلة تصور خمسة في الأربعة قديش ناخذ 2000 خبز، بعد شنو مش ناخذ؟ ب 16% الأربعة. يعني الخبز علاش ب 400 هذه؟ معناتها سميد ما عندوش فارينة. ورينا الخبز. هاي هذا السميد الرفيع. هذا السميد هاي. يعني ما جيتيش الباكيات تلزيتي باش ياخذ؟ تلزيت بيان سور، باش نعمل خاطر تو نص نهار صغار يروحوا يلزمهم يفطروا. ولا تو اللي بيت يلزمك تخبيه وتستحدقك، ها كل شيء ما ثماش زيت ما ثماش، فرينه ما ثماش، سكر ما ثماش، عظم ما ثماش، فلوس ما ثماش. باش يبقى السوم نفسه وباش يقل التلاف شنو لازم بالضبط؟ باش ما عادش تشوفوا نسبة كبيرة من الخبز تطلق. العباد تنقص من شراء الخبز، تنقص خويا تنقص، اللي حاسس يستهلك بثلاثة يعمل ثلاثة، يعمل ياكل ثلاثة خبزات، شنو تاكل ثلاثة خبزات؟ أنت والمرأة ولا الصغار ولا أربعة، تاخذ ستة، اثنين أخرين تعملهم؟ ما نحسبوش 400 باش تتلوح راهو، نحسبوا نعمة ربي باش تتلوح، الخبز باش تتلوح، هذاك أولى بيه واحد زوالي مسكين لمبت بابز ولا أعلم بيه ولا بلدية ولا أعلم بيه، خير من اللي يتلوح خويا، إنس العباد تستحفظ، إنسان يستحفظ، عنده حاجة يستحفظ عليها، هذا شنو نعرف أنا؟ لازمنا نوعير واحد نوعير واحد، واحد يقول واحد واحد يقول واحد، والله العظيم ما كيما البارح عرفني واحد قال لي بربي اعطيني واحده باقيت، وناس خبز للدار شاريه من الصباح مروح بيه للدار. قالك اعطيني باقيت ما عندوش باش ياخذ باقيت؟ ما عندوش، اي عنده سكر معبي بدبابس، قال لي بربي عاش ولدي اعطيني واحده باقيت. الدرجه الناس وصلت؟ الدرجه العباد وصلت؟ تطلب اي ولا تطلب العباد. يا اخي ما سمعتش في التلفزه العباد تاكل من الزبله، تقول العباد تطلب. وريتهم بعيني انا والله، ريتهم من البوبيل والله ريتهم، والله اللي يسفي يشتري كعبه فريكاسي بعد الباتسيريات هذوك، بعد الواحد اللي يسفي يشتري كعبه فريكاسي واللي يسفي يشتري كعبه باتي واللي يرقب يشتري جازوزه وشو قبلي ولا شنو يعرف انا، كل بوات جازوز يكمل فيها لبرا، ريت انا ريت بعيني، كان قالوا لي كذب انا ريت بعيني شيء هذا، عم تزيدهم بالخبز انت، هذوك ما يتزادهمش الخبز، ما لازموش بتزيد الغنيين وتخلي الفقراء كي تزيد تاع كله، ولي هذا مشكله. ما خير طيش في الزبله خاطر لي ب 500 مساج باش نستحفظ عليها النعمه. كلها طيش في الخبز في رايك؟ مش كلها من الكثريه نتاعها 70%. انا زاد في الدار طيش خبز.
معقول يعني كي يغلى تولي انت تاخو على قدك ما ولي ما عادش نتحل ناخذ قد كي تغلى ولي هذيك تصير